بالعودة إلى لقاء رئيس أذربيجان بنظيره التركي، معنا من إسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي، تفاصيل أكثر حول ما رشح عن هذا اللقاء وما المتوقع. محمد تفضل. هذا التوقيت جاء مهما، أو هذا الاجتماع جاء مهما جدا في توقيته، حيث بعد أيام من انتهاء العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان في إقليم كاراباخ وأعلنت انتصارها فيها، أردوغان أراد الزيارة لأذربيجان لتأكيد جدوى دعمه السياسي والعسكري لباكو من جهة، ولإطلاق حزمة من مشاريع التعاون في مجال الطاقة والصناعات الدفاعية. ما يهم تركيا في هذه المرحلة هو انفتاح أرمينيا ومحاولة إقناعها على مباحثات سلام تفضي إلى ترسيخ الواقع الأمني والوضع الأمني الجديد في أذربيجان، وتحديدا في المناطق التي شهدت العمليات العسكرية الأذربيجانية الأخيرة. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك طريق سكك الحديد الذي يصل تركيا بأذربيجان ودول وسط آسيا ويمر من خلال أرمينيا. هذا الطريق أيضا من شأنه أن يعزز مشاريع الطاقة والنقل البري، وهذا ما يهم تركيا في هذه المرحلة، تحاول من خلال مباحثات السلام التي ربما يتم فتحها مجددا مع أرمينيا لإقناعها بقبول هذا الممر الذي يمر أيضا بالأراضي الأرمينية. هناك حزمة كبيرة من المشاريع والاتفاقيات تم توقيعها اليوم خلال هذا اللقاء الذي جرى بين الرئيسين التركي والأذربيجاني، ولكن الزيارة كما أشرنا هي مهمة من حيث التوقيت وتحمل الكثير من الدلالات السياسية. شكرا جزيلا لك من إسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي.